بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام من جميع الجزائريين والجزائريات اللي عايشين في الجزائر وفي الخارج الجزائري ونازولي الجزائريين والجزائريين اللي عايشين في اسمو تاكو الغربة. بونجور سو سالي تو لي زالجيريان الجيريان كي فيفون الجيري لانترونجي. يا خوتي عيب وعار، يعني في بلاد مليون ونصف شهيد مازال يعني ناس ومازال الاطماع أطماع الخارجية يتموا على بلادنا، ولأن علاش ما عندناش يعني في الحكم الناس اللي حقيقة يحبوا البلاد يحبوا الشعب. يعني البلاد ما ليس كما قلت ألف خطرة وزين توجو نعاودا، وقلت بلي البلاد هو الشعب الجزائري، هما الأشخاص اللي عايشين في البلاد هذيك، ليس بلد يعني كبلد كيما يقولوا كالحجر ولا الشجر ولا لا هي الجزائر هو الشعب. علاش قلت هكذا؟ لان مازال التعسف في الجزائر مارغري الجرائد يقول لك نحاو فلان الجنرال فلاني ونحاو فلاني، لكن التعسف كيف لان السيستم هذايا في الجزائر ما يتبدلش، مثل المشتين وهما كيف بدلوا غير الاشخاص يعني النومبر، لكن السيستم هذاك القمع السياسي موجود توجور 62 يومين هذا. علاش؟ لان كي الحق كيما دانييرمون حركه شكروا حركه 8 اكتوبر ولا واسمها هاديات في الجزائر، مازال الناس يعني المخابرات المرتزقه تاع الاخر عم بالهم دايرين في بالهم بلي الناس هادو ما يحبوا البلاد، لكن حقيقه لو كان نشوفوا هي الا مصالح كيما قلت وزين العوده، لان هاد الناس يتاكيو الاشخاص شباب الجزائري، شباب جزائري ليس كيما يقولوا الاجانب ولا. علاش؟ لان كي يلحق بلاد يماهم هي فرنسا، دارت ديرنييرمون عندها السمانه هذه داروا اجتماع في فرنسا، يعني في فرنسا شوفوا في فرنسا اجتماع بور لافريك لا بي كونتر تيروريزم ولا ما علاش، واش دخلتها فرنسا؟ واش دخلت فرنسا؟ نروح لفرنسا ندير شي، على ما نديروش في بلد افريقي؟ لان علاش الهموم الافريقيه كما سانكارا اللي كان كما قال افون لا ريفولوشن نتبعوا توجور لاميريك لاتين، لان لاميريك لاتين كيما حنايا كيما لافريك مي هما عندهم رجال عندهم اشخاص عندهم المخاخ اللي يمشيو والشعب يتبع. علاش؟ داروا ان بونك سبيسيال لاميريك لاتين، خرجوا كاع من الافامي هذوما، ومازال اشخاص هادو لاميريك لاتين عم يكافحوا ضد الامبرياليه ضد الكابيتاليزم. احنا في الجزائر مازال رانا متابعين افريقيا، لكن انا نطرح السؤال لحاكم البلاد هذايا طب جلالو، عنا نحالي دات لافريك، هل لقينا لافريك احنا في كلنا الاخر كي كنا في الازمه؟ واحد ما كان يعاون في الجزائر وافريقيا يقول لك افريقيا لعدم انحيازني، ان علاش عندهم مصالح شخصيه بور اتر ملياردير بلوس كو بليونير، علاش ينفستيش دون افريك؟ علاش ينحل لي دات وهو يروح ينفستي تما الى اخره يسهلوا له الامور؟ هذا ما كان سهله مهله، لان نورمالمون يصور ان فوت الشعب اللي ديسيدي اسكو نحيو وليدات لهاد البلاد ولا لازي ولا، هذه هي الديمقراطيه. لكن هما يديسيد كوم يل فو، يعني كما قلت نحاو غير الاشخاص في الحكم، يعني يقولوا المخابرات، لكن سي لي ميم لا ميم لين جابوها من 62 كانت اي اس ام دي ار اس ولا دي اس تي ولا كاع كيف، لان جابوا لو ميم سيستم. كي يلحق انسان يهدر في اليوتيوب ولا يهدر في الفيسبوك يروح يديوها للحبس، هادي سي تري غراف جامي صرات هادي. وثانيين الاشخاص اللي يحطوهم في القنصليات في العالم عيب وعار،
حتى في ليبرتي كتبوا يعني لا بيروقراسي تبع لي جورجيا حتى في الماريكان. ايه هذه معروفه غير ماشي غير في الماريكان، بارتو في لو موند. ولا بيروقراسي تاعنا سي اون بيروقراسي ستالينيان سي بلو بير. يعني يجري وقت كيما هدرت وزين عاودها لافير تاع الباسبور كيفاه ولد صغير يزيد يقولوا له الاش 12 كيف هادية الاش 12 على بالنا باللي هدايا يخرج خطرة يخرجوه الجزائر خطرة في حياتهم، تسمى ما يزيدوش يخرجوه خطرة بر. والباسبور بيومتري ما زال يعني كيما واحد دانيال مو شتنا فيديو يعني يعني في التلفزيون تاع تاعهم شروق ولا النهار هادية ولاو زعما سيتوايان في لاميري تاع حسين دا زعما الوالي يقوم بطل بيروقراسي الى اخره. ومن بعد سقسيت انا بحثت قال لي ما كاش منها يعني في النهار يدير باسبور. قال لي وهذاك سيتو مازالها في اليوتيوب يا اخوتي مازالها. كتبوا باللي يعني قال هاد الشيء في التلفزيون يعني قال لك هذا مواطن. لا شا مواطن على بالنا شكون المواطن هذا، على بالنا على بالنا كيما بانوا في العهد في عهد التسعينات الاشخاص هادو يقول لك مواطنين سيكسبريم. هي ما قاش منها هما قاتحهم قال لك 24 جاب الباسبور بيومتري. او دي برك هما تبلعطوا فينا او شاك تراه من كذب هدايا. خرجوا حاجه جديده ابتكارات جدد كما يقولوا. روحوا ما جيبوا هذوك لي زانفونتور في الخارج يعلموكم شويه كيف تبلعطوا شويه. لكن كما قلت وجي نعاودها الحرقه هذوما هلكوا البلاد، هلكوا البلاد بالكذب، هلكوا البلاد بسرقه، هلكوا البلاد بالاشخاص. الاشخاص هذوما اللي مازالهم كيما قلت وجي نعاودها من 62. واليوم ابروبو اليوم على لافير تاع بنونيس زعما مازالهم يحكيوا على بنونيس. هو ماشي بلي بير الناس اللي هم حاكمين دوك ماشي غير حركه اكثر من حركه. وقال لك ان جروب تاع بنونيس اللي كانوا ضد لافانا دخلوا في الجبهه. يعني اللي يكره علاش في الاخر او ديبي انسان ما كانش معهم خلاص، لان شفنا كيف التاريخ اللي يهدر والتاريخ ما يرحمش والتاريخ يسيكيب توجور او باسي. والباسي هدايا سي افيك لو باسي كون كونسيلوي الفيتور. والفيتور تاع الجزائر ريبوه. سي بور سا قلت يا خاوتي هاد لا بيوغراسي اللي راه تبعنا ويقول لكم مخابرات ضد الرئيس هي كاع ما كاش منها. وحقيقه هم يكشفوا الحاله كل يوم لان السيستم تاع السوفي هم قاعد هو بدلوا غير الاشخاص. يروح الماريكان ولا يروح لفرنسا ولا سي لا ميم شوز. بدلوا غير الاشخاص ليس لمصلحه الشعب، لمصلحه شخصيه. نجي نعاودها لمصلحه شخصيه، لان هاد الناس مازال في التعسف تاعهم. الانسان يهدر لي دروا دلوم اي احد الحقوقيين الجزائريين يديوا الحبس لافير تاع الغوا تاع غردايا بين المزاب والاخر. سبحان الله وين لحقت يعني لحقت شي لو بلو بير يعني نحاو هذا ولا لا سي سون كو دي بيون كو دي بيون سي لا ميم شوز دوبوي اكستون. وهما ما يديروا في هذا السيستم هذا. اي سي بور سا قلت يا خاوتي للجاليه الجزائريه اللي عايشين في الخارج ولا الجاليه الجزائريين اللي عايشين في البلاد كما شفتوا لي فيديو تاع خونا صالح هدر على لي جيمي لي جون كي سون ايميغري البرتغال واسمها لا بلغاري وحقروهم. انا واش نقول خونا صالح؟ يا خويا صالح نكونوا رجال نديروا جمعيه جزائريين احرار اللي يتبعوا لاي طبقه سياسيه يشكو فيه الجزائريين تما في الخارج باللي
عنده توجه سياسي مع الدولة ولا مع الأخرى، يخرجوه يديروا جمعية لمناظرة الجزائريين، حقوق الجزائريين، مهما يكون هذا المسؤول. دانيارمو جوزنا خونا تاع الانجليز اللي عرضوه خاوتو الى اخره لي راجي، قال لك هذاك هذاك لو كان حنا الجزائريين يعني في المهجر واش يديروا؟ يديروا انكراف، يروحوا لي راجيري لازم يخرج هذا الانسان، يحاوزوه لان ان با ريسبكتي لا سيتوانيتي الجيريان. ان الجيريان كاش سافي دير ان الجيريان؟ ما يعرفهاش هو واش معناتها الجزائري. هو يعرف الجزائري لان اللي دخلوا اللي دخلوا حركي كيما هو. سيلوي كي ريسبكت با لي جون، بيرسون لو ريسبكت. هادي هي، هاد الانسان هادي حافظوه، ديروا بيتيسيون، بيتيسيون كاع الناس تسيني الاف والاف يحاوزوه قانونيين بالقانون الانجليزي، يعني في لونجليتير يتحاوز يرميوه يردوه للبلاد. يورا اوكين انترفونسيون لان هاد الناس يستاهلوا هكذا. ما نقولوش كدوله لان ان با ريسبكتي ان سيتويان يولي للبلاد، يروح للبلاد يحب يحقر ولا، لان هاد الناس كما قلت دخلوا بالمعارف، ولاد كولونيل ولاد جينيرال ولاد مينيستر ولاد هذه هي البلاد هاي تمشي، لان ان سيتوايان سامبل ما يديرش هايدا، ما يديرش هايدا. وديروا جمعيه حقيقه يدافعوا على الجزائريين كيما خونا هذاك تاع فرنسا اللي تاك شاكيب خليل اون نون دي زالجيريان، هو وحده كانوا غير جوج. هاي نيشاتيف ندعموا عليهم، ورانا هنا ونزيد نعاودوها، رانا هنا رانا مع اي انيشاتيف. حنا ما ناش نهدروا في الفراغ، نديروا باش المستوى المعيشي الجزائري سواء في الجزائر سواء في الخارج يكون موحدين، نكون موحدين باش البلاد تسقم، لان هاد الناس الاشخاص اللي حاكمين توجور سي لي مام، توجور لي مام سي لو مام سيستيم، توجور لا 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 كيما يقولوا الحجرة تاع الشعب. وعينا من هاتشي ونقول لكم يا خوتي السلام عليكم ولا بروشين ان شاء الله.